اسمي دانا، عمري 12 سنة، بجي على مركز سان جود لأتعالج. أكيد هون ما بزهق لأنه المتطوعين والمتطوعات والأساتذة اللي كمان بيعطونا دروس كتير بيسلونا. أول ما جيت لهون كنت كتير أزعل وانوجع، بس هلأ تعودت على الفكرة وبالعكس كانت إكسبيرينس حلوة لإلي بالمركز. أحيانا بس اجي لهون بيكون في اصحابي زعلانين، بصير بوجههم على الصح وبقول لهم انه لازم يضل عندهم امل وبعطيهم شويه نصايح من اللي انا اخذتها من الناس اللي اعطوني هالنصايح. حابه بس كفي علمي صير دكتوره كرمال ساعد الولاد بحاجة للعناية وكون حدهم وساعدهم مثل ما الدكاترة هون عم بيساعدون. بدي أقول لكل الناس إنه ما ييأسوا ويضل عنده الأمل بالحياة، لأنه حتى نحن المصابين بالسرطان عم نقدر نحارب هذا المرض وعم نضلنا قوية لنقدر ننتصر عليه ونفرجي انه نحن ما في شيء بهزه.